أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين عن آداب صلة الأرحام. قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت من آداب صلة الأرحام أن نفتقدهم وأن ندخل السرور عليهم وألا نقطع أرحامنا. أيضا من آداب صلة الأرحام أن نقدم النصح لهم. ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام سيدنا النبي نادى على أقاربه، على العامة، ثم خص النداء على الخاصة. فقال سيدنا النبي: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما. وفي مرة أخرى كان النبي يقول: يا عباس عمي، يا صفية عمتي، يا فاطمة ابنتي، اعملوا جميعا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يبقى الإنذار والتذكير، نذكر الغافل ونرشد الضال ونأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية. لو عندك حد من الأرحام، من الأقارب، بعيد عن ربنا شوية، أنت خذ بإيديه لطاعة الله. الصاحب ساحب، خذ بيده لما يرضي الله جل وعلا. لأن ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. أيضا من آداب صلة الأرحام أن نتصدق على الفقراء منهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صلة وصدقة. أنت بتعطي صدقة لأي حد مسكين محتاج، دي صدقة. لكن لما تعطي الصدقة لواحد من الأقارب من الأرحام، تحسب لك صلة، صلة رحم، وصدقة أيضا. فهذا من فضل الله عليك أن أنت تعطي الأقارب، والأقربون أولى بالمعروف. أيضا من ضمن آداب صلة الرحم أن احنا نعطي الصدقات والهدايا للأقارب، وفي دليل على كده من السنة.